ونروح دلوقتي لزميلتنا روزان نصر من أرض الملعب عقب الفوز طبعا نادي الأهلي على نادي سموحة من صالة برج العرب بالإسكندرية، ومعاها لقاء هام مع واحدة من نجمات هذا اللقاء كابتن نادين السلاوي. اتفضلي يا روزان. من جديد مريم برحب بيكي وبرحب طبعا بضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي، وبرحب كمان بكل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان. الف مبروك فوز طبعا النادي الاهلي على يعني فريق سموحه في جيم 2، المواجهه الثانيه طبعا لنصف نهائي دوري سوبر سيدات. يعني خليني اقول انه في هذه اللحظات معايا نجمه المباراه وكل مباراه كابتن نادين سلعاوي. طبعا برحب بيكي في البدايه على شاشه قناه الاهلي يا كابتن، كلميني بقى عن جيم 2 طبعا، يعني فزتوا طبعا باداء قوي جدا على سموحه في جيم 1، كلميني بقى النهارده. الله يبارك فيكي. الحمد لله طبعا على الفوز. يمكن اقول احنا ما كناش راضيين عن الاداء بتاعنا في اول جيم، والجيم كان 4-5 بوينتس تقريبا خلص، فاحنا النهارده كنا نازلين مركزين اكتر، عايزين نخلص الجيم من اول دقيقه. يعني كنا رجاله وقدرنا نثبت يعني ان احنا لا احنا بندي كده ساين للفرقه اللي جايه اللي احنا هنلاعبها، يعني بغض النظر هم سبورتنج او جزيره، ان لا الاهلي هنا موجود واصلا ما فيش منافسه. كابتن طارق دايما يعني بيشتغل معاكوا اكتر على كمان يعني العامل النفسي، خليني اعرف منك كده يعني النهارده كانت تعليماته ايه قبل المباراه؟ والله هو كان اكتر تعليماته ان هو كان عايز يدخل الفرقه كلها، يعني كله يقدر ياخد تايم النهارده. يعني ممكن اقول من مميزات النهارده الماتش ان يارا اسامه دخلت خدت تايم، ادت اداء كويس جدا، حبيبه بيكو، نرمين، جايده، عندنا ناس كتير قوي دخلت، ودي حاجه كويسه لان انت هتروح تلعب باست اوف فايف، فانت محتاج ان البنش يبقى واخد على الناس اللي بتلعب والوقت متوزع بطريقه كويسه بحيث ان انت محدش يجهد وفي نفس الوقت اللعيبه كلها تتجانس يعني مع بعض. خليني اسالك كابتن نادين على طبعا المواجهه الفاينل، شايفه المباراه ازاي؟ طبعا بغض النظر هو جزيره او سبورتنج فرقتين اقوياء جدا، احنا يعني مش يعني احنا بالنسبه لنا كده كده هناخد كل ماتش ان هو ماتش كاس، احنا عايزين ده كان وعدنا للجمهور ان احنا موسم بلا هزيمه، فاحنا مركزين. احنا هنتفرج طبعا بكره على الماتش جزيره وسبورتنج تشوف مين هيكسب، وهنبتدي بقى نشتغل من هنا وان شاء الله خير. يعني كابتن نادين بشكرك طبعا ومزيد من التالق. شكرا. مريم ده كان لقائنا طبعا مع كابتن نادين سلعاوي نجمة الفريق، يعني بشكرك وعودة تاني ليكي مرة تانية. شكرا جزيلا زميلتنا روزان نصر، لقاء هام مع كابتن نادين سلعاوي احدى نجمات هذا اللقاء طبعا، يعني بدون منازع